حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت نائبة أريزان الشيخ دلير إن هنالك إمكانية للذهاب باتجاه الخيارات المالية الأخرى لصرف رواتب الموظفين كتشريع قانون شبيه بالأمن الغذائي من أجل صرف الأموال. وأكدت النائبة أن إقرار القوانين المتعلقة بالأمور المالية والاقتصادية بحاجة إلى حكومة ذات صلاحيات كاملة، بالإضافة إلى عودة مجلس النواب من جديد واستئناف جلساته بشكل دوري من أجل التصويت على أي قانون مالي من أجل تسيير الأمور في حال عدم التصويت على الموازنة. يشار إلى أن العراق بلا موازنة مالية حتى اليوم، فيما تواجه الحكومة المقبلة معضلة قانونية في صرف رواتب الموظفين للعام المقبل. أعلنت وزارة المالية في كردستان العراق البدء بتوزيع رواتب الموظفين لخمس وزارات، وقالت الوزارة إنه بحسب الجدول المعلن سابقا فسيتم توزيع رواتب شهر أيلول على كل من موظفي وزارة التخطيط ووزارة التجارة ووزارة الثروات الطبيعية ووزارة النقل والمواصلات ووزارة الزراعة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول والتي ستستمر لمدة 20 يوما. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة كأكثر الشعوب شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر أيلول الماضي. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة تجاوزت 23% في شهر أيلول من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 5,049 منزلاً، وحصلت إسطنبول على المرتبة الأولى بواقع 1,795 منزلاً، وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 1,585 منزلاً. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر قوله إن تقديم خدمات لتموين السفن سيبدأ في الربع الأول من عام 2023. وأوضح مستشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموانئ محمد عبد العزيز أن الخدمات ستقدم في شمال وجنوب القناة بمنطقتي بورسعيد والسويس على الترتيب، ما يؤدي إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 700 مليون دولار سنوياً. أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على تراجعات قوية وسط مخاوف متزايدة من الركود العالمي وضعف الطلب على النفط وخاصة في الصين. وخلال تعاملات أمس الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار $2.94 لتبلغ $91.63 للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غر تكساس الوسيط الأمريكي إلى $3.50 لتصل إلى $85.61. وعلى مدار الأسبوع تراجع خام برنت بنسبة 6.4%، فيما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 7.6%. هذا وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.